إن شاء الله اليوم وصفتنا راح تكون تمبورة الربيان، وراح أسويها بطريقة صحية. أكيد راح تستغربون شلون بطريقة صحية وهي أصلاً مقلية بزيت غزير. خليكم معاي وإن شاء الله راح تعرفون شلون هالطريقة. راح نتبل الحين الربيان، صلصة السمك، راح ناخذ الصويا صوص وصلصة المحار زيت السمسم أوزعه، نخلطه كذي مع تتبيلتنا ونخليه بالثلاجة تقريبا ساعة. راح أسوي الحين العجينة، راح أحط ماء بارد مثلج، لازم يكون بارد كلش. أحط البيضة، أخلط البيضة مع الماء، أنزل الطحين تدريجيا وأخلط، أحاول ما أخلط يعني زيادة عن اللزوم. والحين راح أعرفكم على السر الصحي اللي كلمتكم عنه، وهو نور أروما زيت دوار الشمس النقي. أنا أحب أستخدم زيت نور أروما لأنه يحتوي على الأعشاب العطرية، يعني ما راح أحاكي أنا شنو راح أطبخ في البيت حتى لو كانوا ضيوفي موجودين. نور أروما هو الزيت الوحيد اللي يعطينا ريحة الأعشاب المنعشة وقت القلي. الحين راح ناخذ ربيانة من كل اللي تبلناه واحدة واحدة ونغمس عجينتنا على الزيت على طول. نور أروما زيت صحي وبنفس الوقت يحافظ على القرمشة الاعتيادية. مع نور أروما زيت دوار الشمس النقي أكل محافظ على طعمه الشهي كالعادة. غيري تجربة القلي للأبد.